اهلا بيكم بعد الفاصل. يلا نبتدي بقى نحط الحاجه على النار اول، نحط سخن 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 يعني، وبعد ما نسخن 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 ناخد شويه بسطرمه. طبعا مش هنعمل الكلام ده كله يعني، يعني على قد ما احنا عايزين كده. اوكي، ونقطع البسطرمه. تاخد وقتها كده ايه في التحمير، ده هيفيدنا في حاجتين. اولا قبل ما هتاخد وقتها في التحمير وتقرمش هيبقى لسه مدلل فيها لحم يعني. ثانيا هيبقى الزيت اللي هي اتحمرت فيه خد شويه وقت، وبالتالي هي طعامه الزيت بريحتها بسطرمتها. وبعد ما اغرف في كل حاجه والعمليه كلها سخنه نبقى نديها ايه، قالب زبده كده للطعم اللطيف. بس هي كده تاخد شويه زيت حلوين، مش هنحطهم كلهم، احنا بس هنحمر. بعد ما نحمر قوي اوكي نبقى ساعتها ايه ناخد الباقي بقى. طبعا ده ياخد ملحه وياخد فلفله، مش كده؟ اه مش قوي عشان البسطرمه مالحه. اوكي وشويه